مشاهدينا بدي احييكم مع الحال عنا عبر الام تي في. طبعا اليوم موضوع الغذاء موضوع المياه هن اساسيين بحياتنا اليوميه، ولكن قديش بنقول انه نحن عندنا مختبرات عاليه الجوده، عندنا ناس متخصصين، مصحف الابحاث العلميه الزراعيه هي دائما عم بتواكب كل جديد وبتقاريرها اليوميه تقاريرها السنويه عم بتوضح للراي العام اللبناني اين الخطا، اين هناك في تلوث، شو لازم ينعمل. يعني كلها امور هيدي بتهم المواطن اللبناني خصوصا بهالفتره هيدي لما بدنا نبلش بفصل الشتاء ويكون مرق فصل الصيف. اول شيء بنطلع بالزراعات كزراعات قبل الحيوانية، خلينا نقول زراعات العادية، وبننتقل بعدين للحيوان. ولكن كلنا بنعرف انه في حملة وطنية لنهر الليطاني، كلنا بنعرف قد ايه عم تتعاون مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع المصلحة الوطنية للليطاني. واليوم خلال الحلقة رح نشوف شوي مع الدكتور ميشيل فريم رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وبدي أقول له مبروك كمان كرئيس مجلس أمناء إيكاردا يلي تخبت ما تعين تخبت صحيح. مؤخرا أهلا وسهلا فيك، نقول لك مبروك، جوائز كثيرة بس يمكن أحلى جائزة عندك لما بتبعت أي تقرير أو بتدوي على مشكلة بتساعد الناس صحيح. وبتلاقي أنه صار في تجاوب معها صحيح. يمكن هيدي أحلى جائزة لألكم. أكيد هيدي أحلى جائزة لأنه هيدي هدف عملنا وهدف رسالتنا الوطنية والعلمية والبحثية، أنه نحن نعمل تقارير ونضوي على المشاكل حتى ونقترح الحلول حتى نقدر نوصل إلى حل لأوضاع صعبة جدا عم نعيشها بلبنان. أنا حبيت أحكي شوي عن مختبراتكم لأنه من يومين نال مختبركم، يعني نعم بدي أقول لدكتور ريما الحاج مدير المختبر مبروك، بدي لكم مبروك، يعني قديش تميز مختبركم، يعني يا ريت منخبر الناس حتى نقول لهم إنه فيكم من التربة لأي شيء تروحوا على كامل الأراضي اللبنانية تفحصوا وتتأكدوا من جودة الإنتاج. صحيح، نحن اليوم صرنا قادرين نقول كل المختبرات موجودة. مقولة إنه ما في مختبرات لبنان انتهت، والفريق الأوروبي اللي كان عم بيعمل امتحان الاعتمادية اللي بينعمل كل سنة للمختبرات عنا، رئيسة الفريق ما كانت مصدقة، قالت أول مرة بحياتها، وهيدي بشدد عليها، بكل مختبرات العالم بتلاقي مختبر بهالدقة والنظافة والآلات ومستوى التجهيزات ومستوى العلمي للزملائي من دكتورة ريما الحاج إلى 10 على 12 شخص كلهم عم يشتغلوا بعلم متفوق وبعلم ممتاز وبأمانة وإخلاص، بالرغم من أنه مرات في ضغوطات نحكيها بكل صراحة لحتى يتم تغيير نتائج إذا منا النتائج عايش. ولكن أنا بقدر طمن الكل ما يصدر عن المختبرات المصلحة العلمية الزراعية ولا ممكن أبدا. رح فوت دغري بموضوع المي والتلوث، شو لازم ينعمل لأنه الفحوصات المخبرية الأخيرة للأسف الشديد ما بيّنت نتائج بتطمن اللبناني. نعم، افتكروا الناس أنه لمن إجا شتي كتير سنة الماضي معناتها التلوث رح يخف. خلينا نشير إلى أنه اليوم الأمطار اللي إجت زادت التلوث ليلة لأنه حملت معها كل الموجودات بالنفايات المنتشرة بكل الأراضي اللبنانية وكل الموجودات بالأنهر من تلوث وحملتها معها إلى المياه الجوفية، ولذلك المياه الجوفية زادت نسبة تلوثها. ونحن عم نطلب بسياساتنا وبتقريرنا اللي صار هلأ مع الموقع الإلكتروني وصار منشور باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، مين أي شخص بيقدر يفوت ويقرأ كله سوا هلأ بنحطه على الشاشة الموقع تبعكم. لازم قبل كل شيء نفحص الأبار اللي تستعمل لضخ المجارير فيها، هي بدها حصر وإغلاق وهي بدها تأجزة لكل مين بيستعمل بير ارتوازي للمجارير. مع المصلحه الليطاني عم بتنسقوا بهذا الشيء بالحمله، مع وزاره الطاقه والمياه اللي كمان هي عامله حمله ومانعه اليوم موضوع الابار ويلي مش مسوى وضعه طالبه ياخذ رخصه وفي تشدد، ممكن يكون في كمان شيء مماثل؟ شيء اكيد بده يكون في شيء مماثل لانه نحن المختبر الوحيد اللي بيفحص المي، بس هل قادرين نحصي الابار اللي من 30 سنه لهلا تستعمل للمجارير؟ هذا الموضوع سؤالنا، هذا اللي بده يتم بالتعاون مع البلديات وبالتعاون مع القوى الأمنية، لأنه لازم على كل بناية يشتبه لازم يتم التأكد
لانه هي جريمه انه المجرور ينزل الى المياه الجوفيه. هلا البنى الجديد فرضين محطات تكرير بكل مبنى، صح. ولكن للاسف الشديد معظمها بتنحط شكليا، بيجي الكشف بتنسحب، ميرسي اورفوار. وصحيح للاسف. والبنيات القديمه شو بنعمل فيها؟ والمجاري القديمه. بقدر اكد هلا رح تبين معنا ارقام. في مناطق 100% من المي الجوفيه ملوثه، يمكن كتار رح ينتقدونا. نحن بلبنان للأسف يعني ما عم نستعمل بس فقط المياه السطحية وهذا الأساس، فتنا على الجوف ما بعرف لأي متى وشو صاير معنا. المياه الجوفية عم نستهلكها 72%، قدي رح تكفي معنا؟ قدي عم تفكر بالمستقبل إذا ضلينا أو إذا صار عندنا جفاف كتير قوي، منين بدنا نجيب مي؟ طيب سياسة المصلحة هون، مصلحة الأبحاث شو بهالمجال هيدا؟ سياستنا بمصلحة الأبحاث هي لأنه أول كل شيء الأمن الغذائي. إنتاج مواد غذائية تتأقلم مع المناخ اللبناني ومع التغير المناخي. سلامة الغذاء يعني مراقبة المواد الغذائية، الأبحاث التطبيقية، الإنذار المبكر. نحن اليوم عندنا الأبليكيشن تبعنا يعني التطبيق الذكي اللي أي مواطن بيقدر يستعمله ويحصل على كل المعلومات، وهون بيقدر يشيرها لأنه نحن الوحيدين اللي عندنا شبكة أرصاد من 80 محطة. وكل مواطن بيقدر يأخذ كل يوم درجات الحرارة والرطوبة والأمطار ب 80 منطقة بلبنان مجانا. طيب مش عارفين الناس عاملين هالحملة عليكم، حملة على أسامي في حال إجينا عواصف شو منسميها، حملة على النتائج. أنا بالنسبة لإلي الشجرة المثمرة ترشق، ولكن بالنسبة لإلكم كيف أخذ يعني هالحملة هيدي اللي لاحظتها من كم يوم ما بعرف ليه وهيك ونبتت و... أولا خليني أشير باسمي بالحملة على الأرصاد الجوية، نذكر انه توجهنا عدة انذارات. انا بدي اشوف الانذارات الخطية، معلش ما في شيء منه. خليني ثانيا، في كتير وزراء كانوا وزراء اشغال العامة يؤيدون عملنا ويؤكدون على عملنا، تلفيكم يسألوكم ويصوتحوكم. ثالثا، نحن القوى الأمنية وكل المراجع بالدولة تعتمد على معلوماتنا المناخية. أنا ما عم بقلل من قيمة غيري، بحترم الكل. بعدين إذا بس إذا عندك 80 محطة، هيدي ما حطتها ديكور ولا حطتها تفرج، وما حدا عنده إياها، وعندك ناس كمان مخصصين بالخارج. صحيح. منهم دكتور فادي اللي ما بعده معكم، دكتور معنا فادي، وفي دكتور إيهاب جمعة، دكتور إيهاب وفي معنا فريق عمل ممتاز عم يشتغل مع الأوروبيين، وعم يشتغل مع وكالة الأرصاد الجوية الأوروبية والعالمية، وعم نشتغل مع وكالة إدارة المياه الإيمي، عم نشتغل أبحاث. نحن ما عم نشتغل إنه والله أرصاد أو تنبؤات، لا، نحن عم نحكي علم. ولذلك مرات نشراتنا بتصدر بالليل، بتصدر بالليل قبل ما يكون حدا غيرنا شاف أي شيء، لأنه نحن 24/24. أولا. ثانيا، على كل حال انتم فزتوا بافضل تطبيق ذكي لاربع مرات، صح. يعني هيدي كمان يعني في مرئي ملاحظه هون. تفضل. انه موظف درجه ثاني او ثالثي بيطلع بيقول انا بدي انزل مدير عام ورئيس مجلس اداره، معلش يسمحوا لي، في تراتبيه اداريه وفي احترام للناس. فانا هاي ما بقبلها. بلا، نحن بنقبلها كمان. وهيدي بالنهايه ما رح رد، لانه بالنهايه هيدا كلام فارغ. دكتور، انتوا عملكم بيشهد لكم يعني الانذار يكون بالنتيجة. خطي فرجونا اياه. بدي انتقل معك، اذا عم نحكي على الارصاد الجويه، نعم. كيف من هلا ما فينا نعرف كيف رح تكون؟ هلا عندنا اسبوع، ما في شيء، لا اسبوع مش اكثر. واللي بيقول اكثر من اسبوع مش صحيح. واللي بيحكيني عن عصر جليدي، واللي بس هيدا هلا شيء صحي انه بهالفتره بعد ما عندنا شتاء؟ لا، منه صحي. يعني هذا شو انعكاسه على ال... هلا انعكاسه انه النباتات كلها والاشجار كلها طقطقت، وفي منهم عم بيروها لحتى تقدر تهدي اولا. ثانيا، هلا في عندنا كثير اعشاب يابسه، فهلا في احتمال لحرايق اكثر من قبل. يمكن الامطار توصل لبعد ما بعد 10 تشرين الاول. بس من هلا انا ما في اقول اكثر من هيك. طيب هلا شو مفروض يعملوا المزارعين بهالحاله؟ في مزارعين عم يضطروا يروا بعض مزروعاتهم. مرات بتبعت انه صباحا مساء لما يكون في حر لحتى ما يصير في خساره مي. اليوم كمان مزارعين العنب ما لازم يغطوا العنب هالموجة الحر. لازم ينتظروا لحتى ننقطف العنب هلا ولا بعد؟ في عنب انقطف، بس في عنب يتغطى بالنايلون منشان ينقطف بفصل بكوانين عيد الميلاد. فما منغطيها هلا، ننتظر لحتى نقول لهم ايمتى في امطار وبتتغطى. وهون خليني اشير لانه كارثه الثلج وقت اللي اجت وتهمنا فيها، 21 نيسان كان عندنا ثلج بالجناين وعلى الشجر. صحيح. الوقت لازم يكون في زهر كان. صحيح. هيدي قد ايه اثرت اليوم التغير المناخي؟ رح اقول شغله ثانيه كمان، في حشره ذبابه المتوسط اللي هي كانت كل عمرها موجوده على الساحل. صحيح.
اللي من ما بقى بيجي سقعة بالشتاء، ما بقى بيجي ليالي فيها جليد وصقيع لا بالباع ولا بالجبال. هالحشرة انتقلت إلى الجبال والبقاع وأصابت كل الفاكهة، كرز، عنب، تفاح، إيجاص، دريق، كله انصاب، كله بيقول لك في دودي. ما في إلا دواء لنا، الأدوية تستعمل معظمها أدوية مهربة من على ببر الحدود، مصدرها مش معروف منين وهي غير فعالة، والمزارع هون بيستعملها مرة واثنين وثلاثة، عم بيكون ما عم بياخد نتيجة من ميل، ومن تاني ميل عم بيترك ترسبات أدوية زراعية بأي فاكهة فيما بعد بدها تنباع بالسوق. لاحظنا السنة عند البعض في إنتاج ولكن حبة صغيرة، ولاحظنا بأماكن تانية العواصف ما تركت شيء خصوصا بالشمال. صحيح، وهيدي رح نشوفها هالظواهر هيدي. اليوم العواصف اللي عم تيجي صارت عم تيجي عواصف محلية قوية كتير ببعض المناطق، برد قوي بمنطقة، سيول، هيدي اللي مسميها هيدي عوامل تغير المناخي. من أسبوعين كنا مجتمعين 500 شخص بالمغرب لدراسة التغير المناخي بما يسمى القرن الجاف دراي آرك، اللي هو يمتد من موريتانيا إلى الصين. في 80 بلد اللي هي عم تشتغل فيهم إيكاردا واللي أنا رئيسة عم ندرس كيف بدنا نقدر نواجه التغيرات المناخية، منا جفاف، منا فيضانات، منا عواصف قوية كتير. إن شاء الله السنة ما نشهدها، بس اللي رح تبين معنا نقدر نرتقب، يعني نقدر نحمي أسبوع حالنا فيها قبل أسبوع. ومرات نحن كمان بأمام احتياطات معينة أمام الظواهر الطبيعية في إشياء ما فينا نعملها. فينا نعمل اشياء للاستفادة من المي، لنجمع المي، فينا نعمل لحصاد المياه، بس اذا في عنا عواصف قوية لا، في اشياء ما فينا نعمل. أكيد. حتى الولايات المتحدة عم تتضرر كتير من جراء العواصف والعاصير، واللي هي اكتر بلد عندها انفراستراكشر وعندها بنية تحتية وعندها ارصاد دقيقة. دكتور ميشيل فريم، عنا فاصل وبعده منتابع معك الحل عنا. نتابع مع رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ورئيس مجلس أمناء إيكاردا دكتور ميشيل فريم. دكتور، فحص المي ليس فقط مياه النشربه ولا مياه السقي، كمان رحتوا على مياه المطاعم والأفران، صح، مستشفيات، خبرنا شوي شو النتائج. النتائج هي مؤشر حتى ما نكون نقول نتائج عمومية. طلع معنا نتائج من الأفران ومن المطاحن إنه مطاحن المي فيها ما مطابقة للمواصفات، يعني تحتوي مجارير. كيف المواطن بيقدر يعرف إنه ما يعني أو أصحابهم إنه أصحاب هالمطاعم هيدي والأفران إنه ما يستعملوا هالمي؟ لازم هن يجيبوا يفحصوا ميتهم. أنتوا مين بلغتوا لما تبين معكم هيك؟ بلغنا كل الوزارات، كل الرؤساء، هذا والمستشفيات كمان والمستشفيات والحضانات. 74% من حضانات الأطفال. أنا عم بقرأ هون 42% مستشفيات غير مطابقة كيميائيا، و 74% غير مطابقة جرثوميا. هي أخطر، صح، بالغسيل الكلى والعمليات وبغرف العناية الفيئة. المي عم بتكون منا مطابقة، ولذلك نحن عم نطالب إنه اليوم المي هي موجودة وين ما كان، وهي ملوثة وين ما كان، لازم نعتبرها انه هي اساس للتلوث، وتم اتخاذ اجراءات لحتى الفحص. يعني بدنا حالة طوارئ، شيء اكيد طلبتها من 4 سنين انا، حالة طوارئ مائية وبيئية. لانه كيف ما برمنا عم نلاقي المي مش مطابقة. هلا بيقولوا انا كثير متشائم، لا ماني متشائم، هيدي ارقام، هيدي ارقام عم تعطينا وعم بتدل على قد ايه في عندنا تلوث. طيب شو اهم الجراثيم؟ في جراثيم جديدة جاية، في خلينا نقول انه اهم جراثيم عم تبين معنا بالمواد الغذائيه سالمونيلا 37% من الجراثيم، الاشريشيا كولي 38% يعني المتاتيه من المجارير، وفي عندنا الستافيلوكوك وعندنا الليستيريا واللي هن خطيرين كمان، عم بيكونوا بين 18 و6%. هالعينات من وين اتخذت دكتور؟ هالعينات اتخذت اما من المواد اللي بتفوت عبر المعابر الحدودية وخاصة مرفق بور، أو من عينات اتخذت نحن أخذناها من الأسواق عشوائيا من الأسواق. إذا حدا بده يفحص بيقدر تلقائيا يجي يفحص؟ عندنا مئات الأشخاص اللي بيجوا كل يوم بيجيبوا عينات مي أو أكل أو زعتر. طيب. أو إذا نقابة الأفران ونقابة المستشفيات ونقابة المطاحن عملوا اتفاق يعني إلزامي، هذا قدام لازم يصير،
طيب قضية البقدونس لازم يصيروا ونحن فينا هون نعمل التحاليل بسرعة وبسعر رمزي لنساعد على الموضوع مني. هذا شو قضية البقدونس والنعنع؟ البقدونس والنعنع اللي عم بينرووا من نهر الليطاني والغزيل أو من أنهر أخرى ملوثة، لأنه مش بس هودي، كل أنهر لبنان ملوثة، نهر شدرة، نهر الأول، إبراهيم، بيروت، نهر الكلب. بنهر الكلب في 40 مليون جرثومي بالعينة، تصور لكن الرقم ده. لكن يسبح بالماء شو بيصير معه؟ أنا ما بسبح. خليني احكي هلا بعد شوي عن موضوع صغير، يلا لا مش وقت. البقدونس والنعنع طلع فيهم زرنيخ، رصاص، زيبق، كادميوم. يا محل الجراثيم حد المعادن الثقيله، يا محل. أكيد. وهلا نحن عندنا مختبر جديد عملناه للبارازيت، كل شيء بارازيت وديدان، وعم نفحص بميه البحر على الشواطئ اللبنانيه غير الاشريشيا كولي، وما حدا بعد فحصها. هيدي عم بيطلع عنا أنواع من البارازيت خطيرة جدا، عم بيطلع عنا أميبيا، عم بيطلع عنا. هذه جاية من شو؟ من نفايات؟ هذه بتجي من النفايات وبتجي من مجارير الإنسان ومجارير الحيوانات. وهيدي بتصيب الإنسان، يعني اليوم أنا بطلع على إذا سبحت بلقط بارازيت أو ديدان صغيرة بتفوت بجسمي وبعدين بتعمل لي 100 مشاكل. طيب. وخطرة. سألتك قبل إنه يا ريت هالوزارات المعنية السياحة، يعني كل وزارات سياحة، اقتصاد وتجارة، مستشفيات صحة، الأفران، ياريت بينعمل مثل ديل معكم، لأنه أنتم مؤسسة رسمية كمان معترفية وشهاداتكم يعني معروفة بالعالم، منا هون قدمتكم التطورين. هيدي صعبة علينا؟ نو صار الديل مع محافظة جبل لبنان ووزارة الصحة، فحصنا خلال سنتين مياه المسابح. كل المسابح أخذونا عينات، لأنه في طريقة خاصة مش كيف ما كان، ونحن بنعطيهم كل الآلات اللازمة ليجيبون العينات حتى نتأكد من المسابح هل هي نظيفة ولا لا. كان في تقريبا قسم كبير منه مطابق، تحسن الوضع شوي. نحن اليوم عم ندق من جديد ناقص خطر، عم نقول لكل المعنيين اللي عم يسمعونا ما في شيء، الأرقام بتحكي والمختبر صح معروف صح. نحن اليوم قبل بكرة حالة طوارئ على هيدي الناحية، وإلا من هيك نحن عم نلاقي أمراض كتير. أنا بدي أقول لك مبروك، وبعرف أنه رايح على روما مشان نعم مجلس أمناء إيكاردا يلي انتخبت أول عربي، لأنه بعرف كانوا الأمريكان والألمان هاي شغلة كتير مهمة. خليني أقول أنه الانتخاب كان مغلق، كنا 10 أشخاص، كنا 4 مرشحين، كنت أنا وفي ألمانية وفي بريطانية وأمريكية، 5 ساعات من الجدال القوي بدون أي اتصال خارجي، قطعنا كل الاتصالات الخارجية، وبالنهاية قدرت تكون الرئيس الأول العربي واللبناني. كتير مني. وهذا فخر للبنان. هذا فخر للبنان ولقلنا. شكرا لك. طبعا مشاهدينا نلتقى بكرة دايما مع الحل عنا. إلى اللقاء.